Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. Namaz duaları serimizde kunut dualarındaki ikinci videomuzu yapıyoruz arkadaşlar. Kunut 2'yi bu videomuzda ezberleyeceğiz inşallah. Siz de benimle birlikte tekrar ederseniz 10 dakika gibi kısa bir sürede arkadaşlar bu duamızda ezberlemiş olacağız. Kunut dualarını nerede okuyoruz? Bitir namazında okuyoruz arkadaşlar. Üçüncü rekatta tekbir aldıktan sonrasında okuyoruz. Haydi Bismillah videomuza başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim hepimize öğrenme kolaylığı versin. Öğrendiğimizle amel etmeyi inşallah nasip eylesin. Allahu Ekber. Allahümme iyyâke na'budu, Allahümme iyyâke na'budu, Allahümme iyyâke na'budu, ve leke nusalli, ve leke nusalli, ve leke nusalli, ve nescudu, ve nescudu. ونسجد ولك نصلي ونسجد، اللهم إياك نعبد 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 ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى، وإليك نسعى، وإليك نسعى، وإليك نسعى ونحفظ، 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 وإليك نسعى ونحفظ، وإليك نسعى ونحفظ، وإليك نسعى ونحفد وإليك نسعى ونحفد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم إياك نعبد، اللهم إياك نعبد، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، ولك نصلي ونسجد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، وإليك نسعى ونحفد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق 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 نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك, رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك برده حırlatmayı unutmayalım نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك بالكفار ملحيق. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك بالكفار ملحق اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق الله أكبر اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعي ونحفد نرجو رحمتك ونخشي عذابك إن عذابك بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار ملحق الله أكبر اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعي ونحفد نرجو رحمتك ونخشي عذابك إن عذابك بالكفار ملحيق، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحيق، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك بالكفار ملحيق. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحيق. الله أكبر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق قلت يا رب إن عذابك بالكفار ملحق اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق الله اكبر اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق الله أكبر اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق الله أكبر Allahümme iyyâke na'budu Allah'ım ancak sana ibadet ederiz, yalnız senin için namaz kılar ve sana secde ederiz. Yalnız sana, senin rızana ulaştıracak işlere koşar ve senin hizmetinde oluruz. Rahmetini umar, azabından korkarız. Şüphe yok ki senin azabın kafirlere ulaşır. Allah'ım ancak sana ibadet ederiz. Yalnız senin için namaz kılar ve sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve senin hizmetinde oluruz. Rahmetini umar, azabından korkarız. Şüphe yok ki senin azabın kafirlere ulaşır. Allah'ım ancak sana ibadet ederiz. Yalnız senin için namaz kılar ve sana secde ederiz. Yalnız sana, senin rızana ulaştıracak işlere koşar ve senin hizmetinde oluruz. Rahmetini umar, azabından korkarız. Şüphe yok ki senin azabın kafirlere ulaşır. Arkadaşlar konut duaları 2'yi de bitirdik. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Ezberlediğimiz duaları tekrar etmeyi unutmayalım. Vitir namazında okunuyor arkadaşlar vacip. Rabbim bizlere öğrenmek kolaylığı versin. Öğrendiğimizde amel etmeyi hepimize inşallah nasip eylesin. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dostça kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.